من ينقل الحديث كل العلوم أعولت بالآل تستغيث من للدروس بعده ومن هو الوريث من للدروس بعده ومن هو الوريث ودمع موسى ساخن في خطر حثيث حكم بني العباس من رجس إلى خبيث من خنق علم الانتشار طول من تعيد من خلق علم الانتشار طول من تعيد وابن جعفر يتصبى بالفجيعة وابن جعفر يتصبى بالفجيعة يتذكر ألم ما يتذكى ألما مر قصبات العلم تبكي فقدك الأليم ولك الأحبار حنا أيها العظيم أيها المالئها فضلك العميم أيها المالئها من فضلك العميم نكس العلم لك أعلى ما هو يتيم نكس العلم لك أعلى ما هو يتيم كيف لا يفقدك صراطا مستقيم كيف لا يفقد